اولا انا اللي يمكن اكد لك باش نبقاو في صلب البيت، لو اليوم المرافعات تخص النقاش العمل ذات الضابطة القضائية والسلطة كان نقاش تنقول من وجهة نظرنا كدفاع ديال المتهمين، نقاش جاد، نقاش هادف، نقاش يتأسس على مبدأ الشرعية الجنائية واحترافها، لأنه كيف ما كان الحال كيف ما كان الحال كيف ما كان طبيعة الجرم. وأنا قلتها، النازيين استفادوا من محاكمات عادلة، استفادوا من دفاع. كيف اليوم يتقال ويتحاول مصادرة حق المتهمين أن يكون عندهم دفاع أو الصوت ديالهم يوصل. لذلك اليوم الحقيقة يعني ستصل إليها المحكمة بعد البحث. ولكن لا يمكن ان نصدر الاحكام على عوامل وان نقول اشياء لم تثبت بعد. اعتقد بانه المحاكمه العادله تفترض ان تحترم قرينه البراءه ما دام المحكمه لم تثبت بحكم نهائي في صلب الموضوع، وانه المحكمه ستثبت بناء على الواقع التي ستعرض. لذلك اليوم اي نقاش سابق هو نقاش ومصادر على المحكمه. لذلك اليوم كان النقاش بالاساس يتعلق بمناقشة ما شابه هذه المسطرة من إخلالات شكلية بناء على حجج أدلي بها المحكمة، زائد تقدمنا بطلبات تتعلق باستدعاء شهود نرى من وجهة نظرنا أنهم سيكونون مفيدين للعدالة. أكثر من ذلك تقدمنا بطلب آخر يتعلق ب لا هذو ليسوا بمصرحين، ليسوا بمصرحين. لذلك انا النقاش يتعلق باستدعاء شهود لم يكونوا في الملك اصلا، ومن اجل وصول الحقيقه التمسنا الاستماع اليهم. بالختام تقدمنا بطلب للمحكمه من اجل تعيين شي طبيب، 3 اطباء من اجل دراسه الملف الطبي لاحد المتهمين من اجل الوقوف على صحيحة. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.